نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم منازلها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد احنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها. حياكم الله مشاهدينا. قصص النجاح متواصلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج لآلاء الاتحاد لا يزال يستقطب المواهب والكفاءات العالمية والعربية منها. اليوم برنامج لآلاء الاتحاد يحط الرحال في مدينة العين، وسنتحدث مع السيد فادي محمد المدير التنفيذي لشركة ووتر لايف. مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا، مرحبا فيكم. سيد فادي، بداية نود التعرف على شخصك الكريم، أهم الشهادات المتحصل عليها وكذلك الخبرات قبل المجيء لدولة الإمارات، تفضل. فادي محمد هو خريج تجارة واقتصاد جامعة دمشق، انتقل للعيش داخل الإمارات من سوريا سنة 2007. نعم. اشتغلت بمجال الزراعة طبعا داخل الإمارات، وحصلت حتى داخل دولة الإمارات على شهادات تطورات بتطور باللغة الإنجليزية. نعم. زائد شهادات بالسبلاي تشين مانجمنت، يعتبر من الشهادات الرائدة في مجال سلسلة التوريدات العامة يعني. نعم. وفتحت البزنس الحمد لله من سنة 2016 داخل الإمارات، ونتطلع كل سنة لسنة نتطلع إلى مجالات جديدة نطور بها الشركة ونطور بها أنفسنا بنفس الوقت. نعم. بداية كذلك لو نتحدث عن لبنة الخطوة الأولى داخل دولة الإمارات، وتحدثت معك سيد فادي قلت أنه أغلب الخبرات قبل بعض هذه الشركة كانت في مجال النفط، من مجال النفط إلى مجال الزراعة والماء. نعم. ولو نتحدث عن بداية فكرة هذا المشروع داخل الدولة. داخل دولة الإمارات لما اشتغلت بمجال الزراعة طبعا أحد التحديات اللي تواجهها هي الزراعة هي ندرة المياه. نعم. وندرة المياه هي حاجة أساسية للنبات للإنسان، فمن ضمن الشغلات والبحوث اللي طلعنا عليها أنه المياه ممكن تعالج، ممكن يعاد تكرارها. نعم. فهذا خلق عندي حب من الطموح أنه أفوت بهذا المجال. طبعا ما حبيت أفوت بهذا المجال بس بمثلي مثل أي حدا تاني، فحاولت أخلق بصمة داخل هذا المجال يعني. نعم. فالحمد لله قدرنا يعني خلال مثل أقول فترة وجيزة نوصل إلى مثل أقول يعني كرقم نوصل إلى تقريبا 5 مليون متر مكعب سنويا مياه معالجة للشرب وللزراعة.
نعم هذا أكيد. هناك خطوات اتبعتها السيد فادي للحفاظ والاستمرار في هذا النجاح، لو تخبرنا ما سر النجاح لشركتكم؟ يعني هو يعتبر مش سر، هو يعتبر حاجة للسوق. يعني طبعا الحاجة الأساسية بالأعمال هي تكون شفافية مع الزبون اللي نحن بنعتبره بشكل دائم هو شريك مش زبون يعني. والنقطة الثانية هي الفريق الداخلي داخل ووتر لايف، ونعتبره نحن فريق عائلة واحدة، مش فريق عمل بزنس، لا عائلة واحدة. فالفريقين متكاملين يقدروا يلبوا حاجة الزبون، يقدروا يطوروا بمجال المياه وحتى بمجالات ثانية. هي ببساطة هو سر النجاح. نعم أستاذ فادي، كذلك الفضل يعود لهذه الشركة وعملكم من خلال إنتاج منتوج خاص بكم يعتبر بصمة لهذه الشركة، لو نتحدث عنه. هو المنتج اسمه أنتي سكيلنت، هو WL49. نعم. من ضمن احتياجات السوق هو خلق كيميكال مناسب للمحطات، منافس بالجودة ومنافس بالسعر. فاستطعنا خلق تركيزة معينة موثوقة الحمد لله داخل السوق المحلي، ويوزع لكثير من الزبائن والشركات. نعم. وبسعر منافس، سعر محلي ينافس فيه الجودة العالمية الحمد لله، واسمه WL49. نعم أكيد أستاذ فادي، أهمية المياه داخل دولة الإمارات وكذلك الزراعة، هذا المجال الذي توليها الدولة أهمية كبرى، كيف ساهمتم أو كيف ساهمت شركتكم في ربما تنمية الاقتصاد الإماراتي؟ طبعا الإمارات غنية عن التعريف بهذا المجال، بمجال تطوير الزراعة واستجلاب أحدث التقنيات داخل. نعم. الإمارات في مجال الزراعة وحتى في مجال معالجة المياه. فنحن كداخل شركة ووتر لايف استطعنا نواكب هذه التطورات طبعا من خلال المؤتمرات العالمية اللي تقام داخل دولة الإمارات، وهذا شيء ممتاز. طبعا استطعنا ندخل بهذا المجال بالتقنيات الحمد لله الحديثة وبالمعدات المستوردة داخل الإمارات. الخدمات التي تقدمها شركتكم أستاذ فادي، لو نتحدث عنها كذلك. طبعا نحن انطلقنا بمجال 2016، انطلقنا بمجال معالجة المياه. نعم. ومثل ما ذكرت حضرتك استطعنا الحمد لله للحين نحقق محطات تحلية تعادل 5 مليون متر مكعب في السنة. نعم. بالإضافة إلى فتحنا مجالين جداد بمجال الزراعة، استطعنا تلبية احتياجات تقريبا 200 ألف متر مكعب، 200 متر مربع من الزراعات المحمية. إضافة إلى العمل بمجال عنابر الدواجن، استطعنا تأسيس عنابر دواجن بما يعادل تقريبا 200 ألف صوص حسب المعايير العالمية والتقنيات الموجودة حديثا داخل العالم. نعم، أهم المشاريع المنجزة من قبلكم لو تذكرها بإيجاز. يعني الحمد لله عندنا مشاريع فينا نقول من الفجيرة إلى السلع والمناطق الغربية داخل الإمارات، والحمد لله نحن هلا في مجال تطوير للشركة تحويلها من محليا إلى عالميا إن شاء الله. نعم. أستاذ فادي، أكيد هناك العديد من المشاريع التي تطمح لإقامتها في المستقبل، وكذلك هناك العديد من التطلعات، ما هي برأي؟ الحمد لله نحن بمجال محطات التحلية صار اسمنا يعني من الشركات الموثوقة داخل الإمارات. نعم. بالإضافة إلى مجال الزراعة والبيوت المحمية مثل ما ذكرت حضرتك، وعندنا هلا مشاريع تطورية للعمل خارج الإمارات، يعني تحول من المحلية إلى العالمية. نعم. طبعا ما تحولنا من العالمية إلى من المحلية إلى العالمية لقدرنا نأسس نحن خطوات أساسية داخل دولة الإمارات، وهذا يعود الفضل فيه يعني أساسا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها للمشاريع الناشئة. نعم. دعمها للصناعات لكافة مجالات العمل سواء الزراعة أو الصناعة أو حتى التجارة، توفر المواد
مثل ما قول الاستيراد والتصدير المفتوح، تطور في مجال البنوك، دعم المزارع والفلاح والشركات الناشئة قانونيا ومحليا بكافة الإجراءات. الحمد لله قدرنا نعمل الخطوات استباقية كثيرة الحمد لله، والحين نحن نتجه نحو العالمية. أستاذ فادي، لو تحدثنا عن سر النجاح والخطوات المهمة التي تعتمدها لإنجاح شركتك وكذلك في استمرارية هذا النجاح وسط هذه المنافسة الشديدة لنقل بين الشركات. طبعا نحن نسلم أي مشروع، بداية دراسة أي مشروع قبل التنفيذ نبلش بمجموعة من المعايير، مجموعة مثل ما تقولوا نحن من التحليل المطلوبة لتنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى نأخذ احتياجات الزبون، استمرارية العمل إلى سنوات القادمة، كافة هالدراسات نعملها قبل ما نبلش أي تصميم للمشروع. نعم. وتصميم المشروع يتبنى نعتبر المواد الأساسية، نوعيات المواد الأساسية، فنحاول قدر الإمكان نأمن مثل ما قول الاحتياجات الكاملة للزبون وبسعر المنافس داخل السوق المحلي، لأنه الحمد لله السوق المحلي داخل الإمارات مفتوح. مفتوح. استمراريتك بتضل على شفافيتك مع الزبون والعلاقة الجيدة المستمرة مع الزبون. يعني احنا الزبون بالنسبة لنا مثل ما قلت لك هو شريك، مش انه خلص معي المشروع خلاص انتهى، لا، بيستمر حتى علاقات مثل اول علاقات. نعم. ودية، صداقة بتستمر لسنين الحمد لله. يعني أكيد بخبرتك المتميزة أستاذ فادي وأنت خير مثال يعني للشباب، أكيد هناك رسالة تريد أن تمررها للشباب، الشباب الطموح والواعد الذي يطمح لبعث مشاريع داخل الدولة، تفضل. هو شيء رسالتي للشباب أنه نحن داخل دولة الإمارات المجالات الحمد لله مفتوحة، أنت على أي مجال حابب تركز وحابب انت تعمل بصمه فيه راح تنجح فيه. ما في مشروع بينجح من دون تعب، من دون مسابره، من دون جهد، بالاضافه الى توفر الارض الخصبه داخل دوله الامارات العربيه المتحده. عندك من مجالات التشريعات القانونيه، المجالات المصرفيه، دعم الحكومه ومثل ما يقولوا القوانين الاداريه لتدعم المستثمر ولتدعم مجالات البزنس بشكل عام. يعني بالإضافة إلى مثل المجهود الشخصي من قبل الأشخاص لاستمرارية الأعمال وحبهم للعمل اللي بدهم يقوموا فيه. ونحن كذلك برنامج لأهل الاتحاد يتيح لك فرصة كذلك لربما بعث رسالة من القلب إلى القلب لقادة وشيوخ دولة الإمارات. طبعا نحن كشركة ووتر لايف شركة ناشئة داخل الإمارات العربية المتحدة نقدم الفضل الأول والأخير لنجاح الشركة سواء كانت محليا ومستقبلا عالميا إن شاء الله لرؤساء حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة وشعبا بفضل دعمهم المستمر للشركات الناشئة وللمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات سواء كانت من الإجراءات الإدارية أو من الإجراءات المصرفية أو حتى حماية حقوق المستثمرين. ونتمنى الدعم الدائم والمستمر للحكومة وللرؤساء وللشعب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذ فادي محمد على هذا اللقاء الشيق، ونتمنى لك كذلك النجاح والتوفيق. الله يسلمكم وأهلا وسهلا فيكم داخل العين. تتميز مشاهدينا دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة هامة عالمية، وذلك من خلال احتضانها لكافة المواهب والكفاءات العالمية والعربية منها، وذلك من خلال إيلائها أهمية كبرى بقيمة الإنسان وإبداعاته وخلقه وأفكاره. برنامج لآلاء الاتحاد يسلط الضوء على هذه القصص، قصص النجاح. انتظرونا في قادم الحلقات مع قصص نجاح ملهمة وشخصيات كبيرة ومتميزة.
دبي تعطي كمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصياً، ابن مصر، قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحم أبوي زايد، ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. نحنا شعوب لها نفدى ترى.